ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده رجعنا نعمل فيديو جديد وهنعمل تريلر رياكشن لمسلسل من مسلسلات رمضان، وهو مسلسل كل ما نفترق. هتلاقوني يا جماعه لابس نفس اللبس، تمام؟ لان هيبقى فيه بتاع كذا حلقه ورا بعض، وانا بصراحه مكسل ان انا اقوم اغير، تمام؟ فهتلاقوني بنفس اللبس، تمام؟ ممكن بعد كام حلقه قمت غيرت مثلا التيشيرت، وبصراحه لابس نص كم لان انا حران جدا مش قادر، وبره اصلا الجو ساقع، فما تفهموش بني ادم غريب يعني، الجو ساقع بره وانا هموت من الحر. فهتلاقوني حرفيا لابس كذا لابس تيشيرت واحد ليه كذا فيديو ورا بعض، فما تتخضوش يعني، هتلاقوا حتى الثامبنيل متغير وبتاع، بس هو نفس التيشيرت. بعد ممكن بعد كام فيديو اقوم اغير يعني. لسه عامل تريلر رياكشن في قعدتي حالا، لسه قاعد من مفيش من 10 دقايق حرفيا، عامل تريلر رياكشن بتاع مسلسل الاختيار الجزء الثاني رجال الظل. بعد اذنكم خشوا شوفوا الحلقه، لو ما شفتهاش اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، وما تنسوش تعملوا شير كومنت لو اي حاجه عايزين تحبوا تضيفوها. النهارده في المسلسل بتاعنا ليه كل ما نفترق، هو من تاليف احمد وائل ومحمد امين راضي، ومن اخراج كريم العدل. مين معانا بقى في البطوله؟ معانا ريهام حجاج، وفكره ان ريهام حجاج موجوده بس في البوستر دي حاجه غريبه شويه ومضايقاني. ليه مضايقاني؟ لان عندنا كمان عمرو عبد الجليل في المسلسل، ومعاه رانيا يوسف، طارق عبد العزيز، واحمد فهمي اللي هو بتاع واما، مش احمد فهمي اللي هو بتاع سمير وشهير وبهير، وايتن عامر ورحاب الجمل، وفي كمان سلوى خطاب وهند عبد الحليم واحمد صيام ومحمد شرنوبي. محمد شرنوبي في ممثلين كتير موجودين في المسلسل. ففكره ان ريهام حجاج تطلع لوحدها برضو ده مغيظني الموضوع ده سيكا، لان السنه اللي فاتت برضو المسلسل كانت طالعه فيه مع خالد النبوي، اللي هو لما كنا صغيرين كان فيه خالد النبوي ومحمود حميده، ناس تقيله يعني، وحاطين ريهام حجاج في النص، فبرضو الموضوع ده مضايقني شويه يعني. كانوا طالعين معاه في البوستر، بس حسيت ان برضو المين فوكس على ريهام حجاج، فالموضوع ده برضو كان مضايقني شويه. ما اعرفش اذا كان ممكن استنى ايه من التريلر، ما اعرفش اذا كان هو تيزر اصلا. هو تيزر صح، هو تيزر مش تريلر. مش عارف ممكن الاقي فيه ايه، لان المسلسل بتاع السنه اللي فاتت ريهام حجاج ما كانش وحش، كان حلو، بس ابتدى بعد كده بدا يبوخ يعني من الاخر يعني، مش عارف بعد كام حلقه ابتدى يبوخ يعني. اكون صريح معاكم، كان في اوله حلو وشددني وبتاع، بس ابتدى يبوخ بعد كده يعني. طبعا ما شفتش التيزر، ولا هو تيزر زي ما قلنا، هو مش تريلر. هنشوف التيزر بتاع مسلسل كل ما نفترق بتاع ريهام حجاج، مسلسل من مسلسلات رمضان لاول مره على هوم سينما. ستيفلر رياكشن، يلا بينا. عملتيها ازاي يا مأمول؟ محدش بيرجع من الموت. انا قادر على حريمي زين. بسم الله. هي مش دي هي. محدش بيرجع من الموت الا لو ميت اساسا. مفيش حد بيرجع من الموت. انا بقالي 3 ايام طالع من التربه. اوكي، هو تيزر فعلا. بصراحه ما مش عارف، مش ما شدنيش قوي بصراحه المسلسل، او التيزر ما شدنيش في الحلقه، مش عارف، مش حاسه قوي بصراحه. لو هتفرج عليه هتفرج عليه عشان خاطر عمرو عبد الجليل يعني، مش اكتر. بس انا بصراحه عشان اكون صريح معاكم، مش ما جاش معايا سكه قوي، وبرضه في نفس الوقت مش عايز اظلم المسلسل من التيزر، لان انا بصراحه ما بحبش احكم على المسلسل من التيزر. احب اتفرج الاول على التريلر وادي التقييم بتاعي او نسبه الترقب بتاعه المسلسل، زي نفس الكلام في مسلسل الاختيار. لما اتفرجنا على التيزر ما اعطناش نسبه ترقب، اتفرجنا على التيزر لان انا بصراحه متحمس لمسلسلات رمضان السنه دي، لان هيبقى فيه حاجات كتيره قوي حلوه، فحابب ان انا اتفرج على التيزرز. بس طبعا كالعاده ما بديش نسبه ترقب يعني، بدي نسبه ترقب في الاوفيشال تريلر بقى، اللي هو خلاص يعني اوفيشال تريلر فتمام. هو حرفين كان كام ثانية بس، أنا بصراحة ما جاش معايا سكة قوي يعني، المسلسل ما جاش معايا سكة قوي صراحة. هشوف الأول التريلر وهندي نسبة ترقب إذا كان المسلسل ده هيبقى موجود معانا السنة دي ولا لأ. هو لو حرفين زي ما أنا قلت، لو هتفرج عليه هتفرج عليه عشان خاطر عمرو عبد الجليل مش أكتر يعني. بس ما عنديش أي حاجة تانية أقولها عن مسلسل كل ما نفترق. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، إن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم ألون، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وإنستجرام، برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. باي باي.